زوار قناتكم المفضلة أخبار البلاد، مرحبا بكم. خبر اليوم يهم الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا وخاصة المقيمة بمدريد. محامي مزور ينصب على سيدة مغربية في مبلغ 40,000 أورو. الخبر ذكرته وأكدته جريدة هيبا بريس الإلكترونية، حيث ذكرت أنه تكاد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في المغرب وخارجه لا تتوقف عن نشر محتويات عمليات النصب والاحتيال التي تفاقمت بشكل كبير داخل المجتمعات وشكلت هاجسا أمنيا وقضائيا مرده الثقة العمياء في بعض الأشخاص الذين اعتادوا على عمليات النصب والاحتيال غير آبهين بالأضرار النفسية والاجتماعية التي تنتج عن مثل هذه السلوكات الإجرامية. الجريدة الإلكترونية دقت ناقوس الخطر لأفراد الجالية المغربية المقيمة تحت النفوذ القنصلي للعاصمة مدريد، إذ يتعلق الأمر حسب الجريدة بنصاب خطير يوهم ضحاياه بأنه محام وله علاقات خاصة مع المسؤولين الكبار، كونه شغل منصب الوكيل العام للملك بمدينة مراكش. أكاذيب تعجل بسقوط ضحاياه الباحثين عن استشارات قانونية أو تقديم ملفات بالتجمع العائلي المفترض أنها تمر بعدة إجراءات قانونية تبتدئ من بلد الإقامة وتنتهي بتسليم التأشيرات للمعنيين بالأمر في القنصليات الأجنبية بالدار البيضاء وغيرها. الجريدة أكدت أن 40,000 أورو هو المقابل الذي تقاضاه هذا النصاب المحترف من سيدة مغربية تقيم ضواحي مدريد عندما التجأت إليه لمساعدتها في إعداد ملفها المتمثل في طلب تأشيرة التجمع العائلي لزوجها المتواجد بالوطن. استفزاز كبير ومبلغ هائل لا علاقة له بالخدمات التي من المفترض أن يقوم بها هذا المتاجر بمآسي الناس وحاجياتهم الملحة في لم الشمل. الجريدة ذكرت أن السيدة المتضررة اتصلت بهيبا بريس وحاولت كشف بعض الحقائق في هذا الملف بعدما تبين لها أن المعني بالأمر لا علاقة له بمهنة المحاماة بل مجرد نصاب يجيد التلاعب. وناشدت المتضررة مختلف المصالح المغربية الملحقة بالعاصمة مدريد أن تكثف جهودها لمعرفة هذا الشخص الذي يظهر أنه تبخر في الهواء مباشرة بعد أن كشفت أمره. الجريدة نبهت أفراد الجالية المغربية والقراء بصفة عامة من أخذ الحيطة والحذر في تعاملاتهم مع مثل هذه النماذج التي تسيء للمغرب قبل أن تسيء لنفسها. وأشارت الجريدة أن إسبانيا كانت قد عرفت منذ 4 سنوات عمليات نصب متعددة من طرف أحد المهاجرين المغاربة الذي جنى خلالها مئات الآلاف من الأوروهات قبل أن يتقدم بعض الضحايا بشكايات لدى المصالح الأمنية والقنصلية اللذان حددا هوية الشخص ليتم إلقاء القبض عليه لاحقا بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.